مساء الخير، معاكم محمد دياب. انا مختص التطوير والتسويق في شركه سنجنتا لمحصول فلفل طماطم والكوسه. النهارده انا بتكلم معاكم من خلال اليوم الحقلي في شركه سنجنتا في محطه الاردن. النهارده احنا مع بعض في البيوت المحميه وبالاخص في بيت الفلفل الحلو، بنتكلم على تايب اللامويو. النهارده هنتكلم على اكتر من صنف. التايب اللي هنتكلم عليه النهارده هو تايب الاديموس. تايب الاديموس زي ما حضراتكم شايفين معايا هو تايب كثيف الغطاء الخضري وسلومياته متوسطة إلى سلوميات قصيرة. وميزة الغطاء الخضري هنا إن إحنا بنشوف معانا تغطية متماثلة ومتجانسة للثمار، فبالتالي بنقدر نحميها من أشعة الشمس ومن لسعات الشمس. لما بنيجي نتكلم على الثمار عندنا يعتبر تايب متوسط التبكير، وبنلاقي إن إحنا عندنا تجانس في الثمار، وبنلاقي إن في استمرارية وتواصل وغزارة وكثافة شديدة في الإنتاج. لو جينا هنا أخذنا ثمرة وبصينا على مواصفات الثمرة، هنلاقي الثمار كلها من اللون الأخضر الفاتح إلى الأخضر المتوسط، والثمرة نجد أن العنق بتاعها هو عنق ملاصق لجدار الثمرة بالأخص، وده بيساعد على عدم وجود متبقيات للمبيدات، وبيساعد أيضا على وجود مواصفات تسويقية عالية. لما بنيجي نبص على الغرف بتاعت الثمر، بنلاقي ان الغرف من 3 إلى 4 غرف، وفي تماثل وتجانس في حجم الثمر ايضا. بنلاقي ان متوسط طول الثمر بيتكلم حوالي من 18 سنتي الى 20 سنتي، وعرض الثمر تقريبا هو 10 سنتيمتر. ومن اهم مواصفات المقاومه لصنف الاديموس ان هو مقاوم للتي اس دبليو في والتي ام في. ما يميز هذا الصنف ان هو عنده قدره على التكيف بالسلوك اللي هو موجود كغطاء خضري وكسلوك موجود في العقد، سواء في درجات الحراره المختلفه، ان هو عنده قدره عاليه على التكيف في بيئات مناخيه مختلفه في معظم بلدان الشرق الاوسط. بننتقل مع بعض للصنف الثاني وهو صنف الكلن. الكلن من الاصناف اللي معروفه ان هي السلميات بتاعتها من متوسطه الى طويله، وهي ذات غطاء خضري قوي جدا، وبتتميز ايضا بالتغطيه الجيده للثمار. ولو جينا بصينا على العقد من اسفل النبات لاعلى النبات، دايما هنلاقي ان في عقد بصفه مستمره، وكل الابراج فيها ثمار، وفي نفس الوقت في تماثل وتجانس شديد جدا في الثمار بالنسبه لصنف الكلن. لما بنيجي نبص اكتر مع بعض على الثمار، بنلاقي ان الثمار لونها اخضر غامق، وبنلاقي ان الثمار بالنسبه للوزن بتتعدى حوالي 300 جرام، والطول بيتراوح من 20 سنتي ل 22 سنتي. هذا بالاضافه ان العرض بيبقى في حدود حوالي 10 سنتي. لما بنبص ايضا على سماكه الغرف من الداخل وسماكه اللحم، بنلاقي ان الغرفه سميكه جدا، ودي من احدى مميزات الكلن اللي بتساعده على قدره التحمل، وبتساعد انه يبقى عنده شيلف لايف طويله، وبتساعد على التحمل في الانتقال للاسواق. من احدى مميزات الكلن ايضا في عمليه الريزيستنس امراض او وجود المقاومه للامراض، ان هو مقاوم لفيروس تي اس دبليو في، تي ام في، وفيروس البطاطس او فيروس البطاطا اللي هو بي في واي. ودايما هنلاقي ان الاصناف بتاعتنا سواء الكلن او الاديموس متوفره مع موزعين وقلائنا في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.